موسى قال الرب العالمين جل وعلا: يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به. فقال الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى يبي شيء له لحاله، ما يبي أحد معه. قال: يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. فقال له رب العالمين جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ترجح بالسماء والأرض، لكن متى تقال؟ في الأماكن التي أرشدنا إلى قولها، في الأماكن التي أرشدنا إلى قولها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصاه الرجل ماذا يقول؟ قال: لا يزال لسانك إيش؟ رطبا بذكر الله. ولما ذكر الله عز وجل كثيرا من الأعمال قال: ولذكر الله أكبر. كل الأعمال التي ذكرت في الآيات ذكر الله أكبر منها، فذكر الله أكبر من كل شيء، ومع ذلك نحن عنه غافلون، وهو يسير علينا، وله من الثواب الشيء الكثير جدا الذي لا تحصيه هذه الكلمة ولا غيرها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن ابتدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذكر يقول العلماء إذا انكشف للناس الغطاء يوم القيامة عن دواوين أعمالهم، جيت الصحائف أعمالك وجدت أثقل ما فيها الذكر، وأن هذا الذكر كفر سيئاتك أغلبها، لكن الناس كانوا عنه غافلين. وهو يسير، مو بصعب، يعني الصلاة تقوم توضأ آخر الليل قد تشق على بعض الناس، صيام يشق عليك، حج يتعبك، هذا الذكر أفضل من هذا كله وهو يسير. قال الله جل وعلا فيه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاحرصوا يا أخواني على هذا الذكر، احرصوا عليه غاية الحرص، لا لسانك هذا لا يسكت، لا يصمت،